تبارك الله ما شاء الله، شقة مع تيراس، المساحة 108 متر كاري مربع. يا سلام، من مدينة حد سوالم. تبارك الله ما شاء الله، عندك 3 ديال السكان فقط، عندك كل شقة في الطابق مع أجمل تراس من المطبخ. هنا إن شاء الله غادي نبداو من الباب ديال الدخلة، المساحة 108. كنت واجدو في 3 غرف، المطبخ، صالون، جوج الحمامات والسيجور والتراس. السونتر ديال مدينة حد سوالم قريبة من جميع المرافق الضرورية. على اليسار كنلقاو غرفة ديال النوم، هنايا عندك كليسة شكل ال، لاكليم، عندك المطبخ، الحمام والغرف والصالون. جميع الغرف عندهم إطلالة راقية ما شاء الله. الدار مشمشة، الواجهة مراكشية، ما عندكش الفيزافي كما شفنا الصالون، عندك موبيل تي في، عندك لينيش، عندك الدرية، ليد لي سبوت في البلافو والقبس سامبل. الصالون فيه 6 متر تقريبا على 3، الأرضية مخدومة بجليج 45 على 45. هنايا عندك بلاص تي في، صراحة خدمة نقية. هنايا كنخليو على اليسار غرفة النوم، الكولوار مخدوم سوا بالقبص سامبل، الليد لي سبوت، عندك البلاص تي في. كنت بعد لما الدار بيضاق ب20 دقيقة، دار أبو عزة طماري سيدر حال 10 ديال الدقائق، وغرفة النوم ديال الوليدات تاو عندك لينيش، عندك البلاكار، القبص ليد لي سبوت في البلافو مع صباغة ديال الخيال. تايا ما عندكش الفيزابي، عندك جوج، عندك زائد باركو في الغرفة اللي كتفرج كل صالون. مازال كيتوفروا عندنا في جميع الطوابق. المساحة ديال 8 في الطابق الأول اللي كنشوف فيه حاليا دابا، في الطابق الثاني 90 متر، الطابق الثالث 90 متر. بالنسبة للثمن، €74 مليون قابل للنقاش. في الطبق الأول اللي كنشوفو فيه حاليا، بالنسبة للدوزيام 68 مليون قابل للنقاش، في الطبق الثالث 64 مليون قابل للنقاش. كما شفنا الغرفة الثانية اللي كتفرج في الصالون، هي مع الصباغة ديال الخيال، عندك الليد لي سبوس في البلافون، الأبواب ديال العود. تبارك الله ما شاء الله، صراحة خدمة نقية، الواجهة راه مراكشية، الشمس تبارك الله مشمشة 100%. هنايا كنلقاو الحمام الرئيسي اللي جا كبير، مجلس في البلافو بالباسك بالمراية ديالو. هنايا كنلقاو المطبخ،
اللي جا كبير بخنوم برخام جالاكسي عندو الشرجم ديالو كيشوف الاكور. عندك بلاصة الثلاجة كيتعطاك الفران الكاسري والبلاك. صراحة خدمة نقية. هناك نخرجوا للتيراس عندك باب بلاندي ديال الحديد. عندك لاكليم ثلاثة ديال السكان فقط. شروط ديال الدعم كتوفر 7 مليون. بالنسبة للتيراس اللي جا كبير تبارك الله ما شاء الله. مازال لينا الغرفة ديال النوم غادي نمشيو نشوفوها. بلاص شوفو شو ان شاء الله نشوفو الغرفة ديال النوم اللي مازال لينا. نعاود نذكركم على المساحة 108. هذا الدوش تو مجلس البلافو مع السانيتير روكا. عندو الشرجم ديالو كيشوف الاكور. هنايا عندك السباق ديال الخيال والبلاكار والليد والسبوت في البلافو. الدار مسلمشة تبارك الله ما شاء الله. بالنسبة للثمن ديال 74 مليون قابل للنقاش. الدوزيام 64 مليون قابل للنقاش. عناكم الله أحبكم في الله. والله سخر جميع.